السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم لاباس بخير. بلادنا راهو نيسيمبور، عندنا الضو هذا تاع الفيوز. إذن هنا عندنا الضو تاع المارشي، الضو تاع العمار فيوز، هذا هو كان فيه بروبليم، ليش عاش راح طلع القفلة تاعه مش عارف. بغيت انا موديفيه نديروه مع الفيوز باش كنحتاجو غير في الليل. دوك نحو الفار باش نجبدو، ندير واحد خيط على ماس هنا وندير واحد الفوق ونركبو ونشوف. اذا واش درنا هنا، خرجنا خيط على تاع الموا تاع البليس اللي شعل الضو هنا تاع الفياس، خرجناه من الفيل اللي جاي من لافون. اوكي ما تمشيش بخاف واحد نو كي تطيح على الموا هيا تمشي شي من الفياس. اليمونطا معنتها كي تكون مشاع الفياس تشعل الضو هنا. دوك شنو راح نديرو، غادي نلصقو هنا، نلصقو لو فيل دو ماس تاعنا هنا ونركبو الخيط تاعنا على الله. نستنو لي عندنا ضو تاع فياز تاع المالا نحتاجوه. كي تحب تشعل الفياز مع الفياز. شوفو الغبرة شوية هنا دوك نركبو ونرجعو. إذا ألي مونطينا الفيل دو ماس منو وخرجنا واحد من هيه، ها لو فيوز تاعنا شاعل هنا، شاعل مع لو فيوز تاع السيارة. يعني هاكا يمشي غير في الليل كيما نقولو. قلنا لو فيل هدا ندير شاطر طن هنا و بروتيجي برك و نعاود نردو شوية و نرجعو. قلنا صوالح حنا وين كانو، هاهو راه شاعل، نتفقدو الأمام. الفيوز تاعنا شاعل هنا، هو يصوني نطفوه. شوفو بلي مكانش الضو دروك، هاهو مكانش الضو. هذا فيما يخص الفيوز باش نرجع له على الاخر. الفيوز تاعنا ركب الخيط على مو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتلاقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله.